هسه ظلي 4000 دينار. سلام 8000. أي كم سلام 8000؟ أنا بمكان اليوم أكثر الناس من الطبقة الفقيرة تواجد به، واللي هو البالة اللي موجودة بتقاطع النبيوبس. اليوم أنا أيضاً راح أجرب أشتري ملابسي من البالة وأشوف إيش قد راح تكون تكلفة هاي الملابس. خليكم معاي بعد الفلوق. هذا موجود، تمام مضبوط. هذا أول شيء راح نعطيه 1000 دينار. ها راح تحسبون معانا هالساعته. هاي 1000، احسبوا معاي. أول شيء راح نبدأ بـ1000 دينار. هسه جينا على الترانشوزات الموجودة، فلقينا هسه هذا ايش قد حجمه؟ 41. زين، هذا ايش قد سعره حبيبي؟ بـ4000. الحذاء بـ4000، يعني هسه ايش قد صار عندنا؟ 5. راح نعطيه 4000. 1 2 3. هاي 4000، هاي 5000، هاي 4000. صار هسه 5000. احنا صار فينا حد هسه اشترينا ترانشوز واشتريت بنطلون. هسه جاء وقت البلوزات. عمي شلونك؟ هاي بـ1000 دينار قطعة. بش قد لول؟ 1000 دينار. بلاش هلا قيلك بـ1000 دينار. هاي مين وتجيبون هاي البالة؟ هذا من الخارج. من الخارج؟ بـ1000 دينار. المشكلة أنا الرادي رداني طوال. موجود أي قطعة لقيلك بـ1000 دينار. أي قطعة بـ1000؟ أي قطعة لقيلك بـ1000. هذا تمام، صورنا ألبسه. أبو القبعة بـ1000 دينار. أبو القبعة بـ1000؟ أي. أنا عجبني هذا. شوف الله صور، هذا حلو؟ وين مضبوط هذا درجة أولى؟ بـ1000 دينار. هي ساعة تروح المول يقول لك 15000. أي قطعة بـ1000؟ احنا نبيع جوا السوق. بلاش هاي 1000 دينار ماله. ممنون منك. على راسي. بـ1000 دينار بس هسه لازم نفتحها ونروح نغسله وبعدين نلبسه. شكرا لك عمي. على حسابنا احنا حاضرين. بارك الله بيك. ما تخيل. جوا السوق نبيع، احنا مستاهلين. بـ1000 دينار. ليش بلاش هي البالة؟ وليش أكثر الناس ما يجوها؟ أكثر الفقراء. إيه. وأي قمصة 4000 دينار لقي بيدك. قمصة بـ4000؟ أي قمصة بـ4000. أي قمصة بـ4000 دينار لقي لك. حلو. مكشار اليوم. خليني هذا بعلاقة يصير. تدلل علي معود بعيني. نزلوا ذاك الدرجولة. درجولة بـ4000. ليش بيعون رخيص؟ ليش البالة رخيصة؟ احنا بالجملة يبيع اريد اكسر السوق، فقير ما عنده خليل بس. زين شنو اكو بالبالة؟ شنو تتكون؟ يعني ايش عندكم تبيعون بهاي البالة كلها؟ كل شيء، شو تريد موجود عندنا. اشري ابو القبعة، ترك سوت، كابوي، مواد منزلية، مواد شفناها. كل شيء، شو تريد موجود. مال اطفال. اي مال اطفال. بلاش قد تفتحون؟ بلاش قد تعزلون؟ يومية بـ8 افتح، هيك بالسبعة بالخمسة هيك اعزل. عمي شو اسمك؟ سالم. عمي سالم، هسه حكينا عن البالة، هسه مصورنا نروح نشتري القماصل. ماشي خليكم وياي. هسه ظلي 4000 دينار. بهاي 4000 لازم ادور لي على قمصلة او سترة من هاي المليحة. حتى ايش يصير العدد؟ يصير اليوم بـ10000 محمد يشتري كل ملابسه من البالة. خليكم معي. بـ4000 دينار. 4000. 4000 خلاص يدري لك. لا هاي كبيرة. شو عمي والله ما تنزلنا هاي؟ نزل هذا، تعال جيب العودة. يعني وين العودة؟ وين العودة؟ يا ريت تكون على حجمي. يا الله يا على حجمي بلكت. اجيلك حين اجيلك. هاي مع الشتاء. اهم شيء حلو. ها مصورنا بـ4000. بس السيارة هذه واحدة تلخ. أيوة. بس انا البس المصور. المصور هذا واحدة سوداء. بس خلينا نشوف على حجمي، ولو انا ضعيف يعني ما ذاك السمين. رشيق لا رشاق اهم شيء. لقي لك عيني بارشيد لقي لك. 5 4000 دينار. بـ4000. هسه ايش قد صرفنا؟ اليوم مكشار اليوم. ايش قد صرفنا؟ 10000؟ يعني شوف خلصت فلوسنا.
تشوخ؟ تشوخ هذا اللي القديم حلو على القابوس. هسه ب 10,000 محمد اشترى كل ملابس الشتويه من هنا، خليه يروح اغسلهم والبسهم واختم معاكم. خليكم، خلي مصورني ياخذكم برا في سوق الباره. ب 10,000 دينار اليوم غيرت كل ملابسي. شوفوا، اول شيء اشترينا البلوز ب 1000، بنطلون ب 1000، والحذاء ب 4، وهاي الستره ب 4,000. انتم جربتم تشترون ملابس من البالة ولا لا؟ جربوها وراح تشوفون الملابس الموجوده كلش رخيصه، وشنو تريدون موجود. اليوم كان فلوقي سوق البالة، وب 10,000 قدرت اشتري كل هاي الملابس. انتظروني بفلوق ثاني، مع السلامه.